بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قال: ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. وعن ابن أبي مليكة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمها إلا حفصة رضي الله عنها، سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنكم لا تطيقونها. قالت: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تعني الترتيل. وعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يمد بها صوته مدا. وفي لفظ: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا يمد بها مدا. وعن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته. وقال مرة: نزلت سورة الفتح وهو في مسير له، فجعل يقرأ وهو على راحلته، قال: فرجع فيها. فقال معاوية، يعني ابن قرة: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءته. وفي رواية: فذكر في حديثه وعن معاوية ابن قرة عن إياس بن معاوية بن قرة عن معاوية عن عبد الله بن مغفل قال: سمعته يقرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الفتح، فلولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ سورة الفتح، يعني معاوية بن قرة، قال: لولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم ما قال، يعني عبد الله بن مغفل، وكيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع فيها. باب آخر يذكره شارح المسند، يذكر ما جاء في ترتيل القراءة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الترتيل القراءة على مهل، والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. رتل يعني اقرأ على مهل، فيقرأ القرآن مجودا. ومعنى التجويد يعني إخراج الحروف من مخارجها، إتقان القراءة، يجعل القراءة جيدة، من تجويد الكلام بمعنى إخراج الكلام من مخرجه الصواب. فيقرأ القرآن مجودة، مجودة كل حرف يعرف أين مخرج هذا الحرف فيخرجه من مخرجه. الحروف التي تفخم يفخمها، التي ترقق يرققها، التي تهمس يهمسها، التي تجهر يجهر بها، وهكذا. فيقرأ القرآن كل حرف يأخذ حظه في القراءة، هذا التجويد. التجويد يتعلق بإخراج الحروف من مخارجها، الترتيل يتعلق بالقراءة على مهل. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه بالأمس: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنة. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل ويجود عليه الصلاة والسلام، ويحسن صوته بالقراءة هي التغني بالقرآن. يبقى يفرق بين هذه الثلاث: أنك تتغنى بالقرآن يعني تعطي نغمة في قراءتك، تجود القرآن يبقى تتقن إخراج الحروف من مخارجها وتراعي أحكام التلاوة، ترتل القرآن يعني تقرأ على مهل.
ولك أن تقرأ القرآن قراءة تحقيق، يعني قراءة بطيئة تخرج الحروف من مخارجها وتقرأ على مهل، ولك أن تحذر، والحذر يعني الإسراع شيئا في القراءة، ولكن مع التزامك بقواعد التدوير. ولك أن تدور، والتدوير الوسط بين الحذر وبين التحقيق، فهنا يجوز الثلاثة: قراءة التحقيق على مهل، قراءة التدوير أسرع شيئا، قراءة حذر القراءة سريعة. هذا كله جائز في قراءة القرآن. التغني بالقرآن هذا مستحب، ما لم تخرج بالتغني في القرآن إلى القراءة بالألحان يبقى هيبقى زي الأغنية، هنا هذا لا ينبغي، وهذا الذي نهى عنه أهل العلم، أن يصير قراءة القرآن تغني بألحان، يبقى بيوزن على لحن من الألحان، أو بمطط يطول أوي فيما لا تطويل فيه، ويراعي النغمة فيؤدي إلى عدم مراعاة الحروف في إخراجها من مخارجها، وعدم مراعاة أنواع المد الطبيعي ونحوه. لذلك العلماء لما كرهوا القراءة بالألحان أو لما أجازوها، فالإجازة تتعلق بأنك تقرأ قراءة صحيحة، والقراءة مبنية على أحكام التدويد يبقى قراءة صحيحة متعلقة بأحكام التدويد، ما شبهتش القرآن بالأغاني فيها. القراءة المنهي عنها والمحرمة أن يصير القرآن كالأغنية يراعي فيها أحكام التنطيط والترنم ولا يراعي أحكام التدويد والقراءة. هنا ذكر للسيدة عائشة رضي الله عنها ما جاء أن البعض كانوا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين، يعني بالليل يقوم في صلاة الليل فيصلي بالقرآن كله في ركعة واحدة، أو يصلي بالقرآن ويعيد مرة ثانية في الليل، هذا يبقى عايز قراءة سريعة جدا. وبعض الناس يقدر أنه يقرأ القرآن في حوالي 8 ساعات، يقرأ القرآن كله في حوالي 8 ساعات، ولكن مش هتكون قراءة فيها ترتيل ولا فيها تفاهم لما يقوله، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من ذلك. فلما قيل للسيدة عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا. أولئك قرأوا ولم يقرأوا، يعني قرأوا أخذوا بالحروف ولكن لم يفهموا. هذا الذي يقرأ هيفهم إزاي يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة؟ فقالت: قرأوا ولم يقرأوا. فربنا سبحانه وتعالى لا يحرم إنسانا من أجل طالما أنه يبتغي وجه الله عز وجل، ولكن ما طلبش منك أنك تقرأ القرآن كله في ليلة واحدة حيث أنك لا تفهم منه شيئا. فهؤلاء قرأوا، الاسم قرأ، ولكن أنه قرأ وفهم هذا لم يفهم ما الذي يقرأه. قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام. ليلة التمام، وهذا يعني كأنها تقوم معه صلى الله عليه وسلم، في النهاية ذكر أنها ليلة 14 من الشهر، يعني ليلة تمام القمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها مثلا، أو أنه كأنه في رمضان في آخر شهر رمضان، أو في الأيام الأخيرة أو الليالي الأخيرة من شهر رمضان. فذكرت أنها كانت تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر فيها بآية فيها تخوف إلا دعا. يبقى هنا كان يقوم صلى الله عليه وسلم الليالي، كل ليلة كان يقومها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، فكأنها هي كانت تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم تختار ليالي، فكأنه ليلة 15 في الشهر تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي معه، وسمتها بليلة التمام، ليلة القمر، يعني فيها القمر مقمر. فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. يبقى هذه قراءة يفهم ما الذي يقوله ويسأل ربه مناجاة بينه وبين الله سبحانه. وفرق بين من يقرأ فاتحة الكتاب كلها يقرأها في نفس أو في نفسين، وبين من يقرأها مستحضرا أنه يقرأ والله يجيب عليه، وهو يقول والله يجيبه. شوف هنا إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين فيأتيه الجواب من الله: حمدني عبدي. فأنت تقرأ بتنتظر مناجاة بينك وبين الله: الحمد لله رب العالمين، فتنتظر الجواب أن يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، وتنتظر الجواب أن يقول أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، وتنتظر الجواب أن يقول مددني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، وتنتظر أن يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يبقى هنا مناجاة بينك وبين الله
تتأمل ما الذي تقرأه، فرق بين هذا وبين من يقرأ يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما فهمش شيئا مما يقوله ولم يستوعب ذلك، فرق. أهده قرأ، وده اللي قالت عنه السيدة عائشة قرأ ولم يقرأ، قرأ أهي قراءة ولكن لم يفهم ما الذي يقوله في قراءته. وعن ابن أبي مليكة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمها إلا حفصة رضي الله عنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تطيقونها، إنكم لا تطيقونها. قالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني يقرأ قراءة مفصلة مفصلة مرتلة، يقرأ قراءة يفهمها. ولو شاء إنسان أن يعد الحروف التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عدا لعده وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم صلوات الله وسلامه عليه في كلامه بما يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. المعنى أن كلامه لم يكن كلاما سريعا، وكذلك قراءته في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه كانت قراءة يفهمها الذي يقرأ الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويستوعب ما يقول. وقالت إنكم لا تطيقونها، من منكم حيقدر يقف فيقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء ويقف عند كل آية فيدعو ربه ويسأل ربه ويتعوذ بربه سبحانه؟ فقالت إنكم لا تطيقونها، ولكن قدر المستطاع يتشبه الإنسان ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنس بن مالك وسئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد بها صوته مدة، كان يمد بها صوته مدة، والمعنى أنه الآيات اللي فيها مد يمد فيها، اللي هو معروف عند علماء التجويد مراعاة المد، المد الطبيعي، التوسط في المد، المد الطويل، يبقى كل حاجة في وضعها يمد. مش معناه أنه بيمد كل حرف من حروف، لا، ولكن معناه القراءة المتأنية، وعند مواضع المد يعطي المد حقه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين، هذا مد طبيعي، العالمين مد طبيعي، مش حول رب العالمين، هذا لا ينبغي في ذلك، ولكن المد مد طبيعي، إن ألف والألف تأخذ حركتين في المد، يبقى يقول الحمد لله رب العالمين، مش حول رب العالمين مثلا، لابد يعطيها حظه، يبقى ده مقصده بالمد، المد طبيعي في ذلك. الرحمن الرحيم، فلما جاء في رواية يمد الرحمن ويمد الرحيم مش هيقول الرحمن، لا، ولكن يقول الرحمن الرحيم، يبقى جعل الألف واضحة أنها ألف. وقال هنا تعني الترتيل. وفي حديث أنس بن مالك قال يمد بها مدة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته، وقال مرة نزلت سورة الفتح وهو في مسير الله. سورة الفتح نزلت في الحديبية، الحديبية في ذي القعدة من سنة 6، في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في العمرة اللي هي عمرة الحديبية، أراد يدخل مكة صلى الله عليه وسلم ويعتمر وصده المشركون فلم يدخل صلوات الله وسلامه عليه، وهو راجع، وكان المسلمون في غاية الحسرة وغاية الحزن على أن المشركين صدوهم وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين وأجحف المشركون عليه في الشروط، فرأى المسلمون أنهم قد أخذوا الشيء الأدنى وأن المشركين هم اللي أخذوا الشروط العليا، فرجعوا في حزن شديد. وهم راجعون أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه السورة إن فتحنا لك فتحا مبينا. فعمر بن الخطاب تعجب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو، يعني صدونا عن مكة وما دخلناش ونحن راجعين، وهذا فتح أو فتح هو؟ قال نعم. فكانت فعلا فتحا عظيما من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم تنتشر الدعوة إلى الله عز وجل انتشارها فيما بين الحديبية وفتح مكة. دخل الإسلام ألوف، دخلوا في الإسلام ما بين الحديبية سنة 6 وفتح مكة سنة 8، خلال السنتين دول كان فتحا من الله عز وجل. صحيح ما كانش فيه انتصار في الحديبية، ولكن الفتح فتح القلوب، فتح الله عز وجل قلوب كثيرين من الناس فدخلوا في الإسلام، وكان الفتح بعد ذلك فتح مكة وعدا من الله عز وجل، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فدخلوا في عام الفتح. في مرجعه صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الصورة العظيمة الكريمة قرأها،
واستبشر صلوات الله وسلامه عليه، استبشر بهذه الصورة اللي فيها بشارة من الله بالفتح، فجعل يقرأ وهو على راحلته، فرجع لنا قراءة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذه الصورة فقرأها قراءة على تمهل وبتغني لهذه. لذلك الراوي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع فيها الترجيع، كأنه المد بشيء من النغمة في هذا الترجيع. فيذكر في رواية تانية أنه كان يمد يعني الألف، يقول ثلاث ألفات عليه الصلاة والسلام، كأنه مد طويل ولكن فيه شيء من التغني، فيه شيء من التغني. فالآيات اللي فيها مد فيها زي قوله سبحانه وتبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهنا إنا، فهنا في مد طويل يمده صلى الله عليه وسلم بشيء من التغني فيها. فراوي الحديث بيذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو إياس معاوية بن قرة المزني يروي عن عبد الله بن مغفل قال سمعته يقرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الفتح، فلولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكاية التقليد يعني، كنت قلدت لكم إزاي كان يقرأ صلى الله عليه وسلم قراءة جميلة بصوت جميل يمد صلى الله عليه وسلم المدات اللي فيها مدا طويلة فيه شيء من التغني. فهو قال يعني لولا أن يخاف الناس يتلموا علي كنت قلت لكم كيف قرأ صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى قال فقرأ، يعني كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فيها، رجع فيها ترجيع ما ذكرنا اللي هو مد طويل مع تغني في الحرف. باب آخر يذكر فيه الاقتصاد في القراءة خوف الملل وفي كم يقرأ القرآن. وقبل ذلك ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح، ردد آية حتى أصبح، يعني قام الليل صلى الله عليه وسلم بآية واحدة، بآية واحدة قام بها الليل كله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية قوله سبحانه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقام ليلة كاملة يقوم بهذه الآية قراءة ويركع بها صلى الله عليه وسلم داعيا، كأنه في ركوعه وسجوده يدعو ربه بهذه الآية، وفي قيامه يقرأها مرتلا صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعني كأنه الخوف على قومه صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، فالله عز وجل تفضل عليه وأعطاه الشفاعة والمقام العظيم يوم القيامة، فقام ليلة كاملة بهذه الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل، اقرأه في كل شهر. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في كل 20. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في كل 10. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في كل 7. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى صلوات الله وسلامه عليه. هنا في الحديث كان عبد الله بن عمرو بن العاص من شباب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قد جمع القرآن، معناه حفظ القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقوم به في كل ليلة، يقوم بالقرآن، وكان قد زوجه أبوه من امرأة وذهب يسأل عن ابنه، فالمرأة أخبرته أنه من أفضل الناس وأنه يقوم الليل وأنه يصوم النهار، فمدح أشبه بالذم، يعني هي بتمدح الظاهر في ذلك إنها مدح له، ولكن الحقيقة مش مدح، الحقيقة أنها تذمه، إن فين حقوق الزوجة ما هو النهار صايم والليل قائم. فذهب أبوه وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقال له صلوات الله وسلامه عليه إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل، مش هتقدر على ذلك. وذلك جاء في حديث آخر إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. الإنسان اللي يقول عايز أعمل كل حاجة في الدين ما تقدرش، صعب،
ولكن خذ ما تطيق، خذ ما تطيق. النهار كله صايم والليل كله قائم، امتى هتستريح وامتى هتدي الحقوق لأصحابها؟ إن لأهلك عليك حقا، وإن لأولادك عليك حقا، وإن لزورك وجارك عليك حقا. الحقوق لأصحابها متى تعطي هذه الحقوق؟ فعلى ذلك خذ منه ما تستطيع وما تطيق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل، اقرأه في كل شهر. يعني عايز تقوم الليل، قم كل شهر، يبقى كل يوم بجزء من القرآن قم به الليل. فقال: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في كل 20، اقرأه في كل 20. قال: قلت يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي لغاية ما وصل، اقرأه في كل 7، يعني في الأسبوع، اختم في كل أسبوع. وكان الكثير من الصحابة هذا حالهم، أن يختم القرآن في أسبوع وهكذا. فقال: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فذكر له في رواية قال: اقرأه في كل 7 ولا تزيدا، يعني في 7 أيام كويس تقرأ فيها القرآن ولا تزيد. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقوى على أكثر من ذلك. فوصل معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقرأه في 3، في 3 أيام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3. اللي يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام هتبقى قراءة ما فيهاش فهم، وإن كان يساب على القراءة، ولكن العدم الفهم ينقص من قدر القراءة ومن قدر ثواب صاحبها. فقال: لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3. يبقى هنا قراءة القرآن يجوز تقرأه في كل شهر مرة، في كل 2 أسبوع مرة، في كل 1 أسبوع مرة، وهذا أفضل ما يكون أن تختم في كل 1 أسبوع، ولكن بحسب مشاغل الإنسان وبحسب ما يقدره الله عز وجل عليه. فإذا قرأ فليحسن قراءته ما استطاع، فليقرأ قراءة فيها الترتيل مجودا كتاب الله عز وجل، متغنيا به، مستمتعا بقراءته بهذه القراءة التي يحبها الله عز وجل من عبده. فإذا زاد يبقى في 1 أسبوع مرة يختم، إذا زاد يبقى في 3 أيام مرة، لكن يختم القرآن في كل يوم مرة هذا صعب، ولا يفهم القرآن من يقرأه في اليوم مرة أو مرتين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يحرم ذلك؟ هل يحرم أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام؟ الظاهر أنه لا يحرمه لعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علل فقط بأنه لا يفقه، والقراءة لابد أن يكون فيها فقه وفهم. ولكن على كل، هذا من فضل الله عز وجل على العبد أن يقرأ ما يشاءه سبحانه، ولكن القراءة التي فيها تدبر لكون في 3 أيام، هذا أقل ما فيها، وقد يزيد العبد على ذلك. من الأحاديث حديث ساقه هنا الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن الله فقال: يا رسول الله، إن ابني يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما؟ يظل هذا بالنهار يعني، ويبيت هذا بالليل. كأن الرجل يشكو إن ابنه لا يقوم الليل، لا يقوم الليل، النهار بيقرأ القرآن ويجي الليل ينام كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى إن هذا عمل صالح، إنه نام الليل ولكن مضيعش النهار، قرأ بالنهار. فعلى ذلك قال للرجل: إنه تنقم إيه على ابنك؟ أما تنقم أو ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرة بالنهار بيقرأ القرآن أهو ذاكر الله عز وجل، بالليل نام على لا اسم عليه أنه نام، طالما إن هذا الإنسان يصلي الفجر ويواظب على أعماله الصالحة لا شيء. فظل بالنهار ذاكرا فأجر، والليل نام فسلم أن يقع في أعراض الناس أو يقع في المعاصي، ففي أنك تقرأ القرآن ليلا وتقرأه نهارا، وفي كل خير، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.